الحقيقة إنه العالم كل يوم بيتطور، والإنترنت كذلك كل يوم في تطوير مستمر. ويمكن حضراتكم شايفين ولمسين التطوير اللي حاصل في الذكاء الاصطناعي خلال الفترة اللي فاتت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج المختلفة. والحقيقة إحنا النهاردة حابين ناخد الجانب الإيجابي شوية من الذكاء الاصطناعي، ونوضح إنه الذكاء الاصطناعي بيساهم في خفض انبعاثات الكربون حول العالم كأحد الحلول اللي بتساهم في حل قضية التغيرات المناخية اللي الحقيقة مصر مهتمة بيها جدا، ويمكن حضراتكم شفتوا من خلال مؤتمر المناخ كوب 27 هذا الحل اللي هو من خلال الذكاء الاصطناعي في محاولة للحصول على حل سريع للأزمة اللي الحقيقة بيعاني منها العالم كله مش مصر بس. عشان نفهم بقى تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع ونفهم إزاي نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في أنه يساهم في حل قضية التغيرات المناخية، خلونا نرحب بالمهندس حسام الدين مصطفى، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يا باش مهندس بالرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير أندرو، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه كده عايزين نوضح للساده المشاهدين قبل اي حاجه يعني ايه ذكاء اصطناعي. تمام. طبعا هنتكلم في تكنولوجيا متطوره كل ساعه مش كل يوم. الذكاء الاصطناعي هو في الاساس هو مجموعه من الخوارزميات او البرمجيات المعتمده على الرياضيات بشكل معين. صمم الذكاء الاصطناعي في الاساس عشان يحاكي الذكاء البشري ويساعد البشر في اداء بعض المهمات. وانه بيسمح لجهاز الكمبيوتر انه يفكر ويحلل بيانات ويكون قادر ان هو يتنبأ باشياء كثيره قبل حدوث، يعني يتنبأ بامراض، يتنبأ بطقس معين، واكثر من كده ان هو يساعد في حلول مختلفه سواء في الصناعه او الزراعه او الطب او غيره. والمبدأ الاساسي للذكاء الاصطناعي هو القياس والمراقبه، ان يكون في طرق وادوات للقياس بيكون في طرق للمراقبه عشان يساعدنا احنا كبشر في ان احنا ناخد قرارات سريعه تساعدنا في ان احنا نطور الانشطه المختلفه. ده بالنسبه للتعريف الشامل اللي هو محاكاه للذكاء البشري. باش مهندس حسام صباح الخير ودايما منورنا في صباح مين. استاذه مارينا اهلا بيك، صباح الخير. اهلا بحضرتك. عاوزين نتكلم عن ازاي الذكاء الاصطناعي ممكن ان هو يبقى ليه دور في انه يحد او يخفض من البصمه الكربونيه. تمام، خلينا الاول نوضح للساده المشاهدين ما هي البصمه الكربونيه قبل ما نتكلم عن دور الذكاء الاصطناعي. البصمه الكربونيه هي البصمه الكربونيه للاشخاص لينا كافراد المجتمع. اللي هو الانشطه اللي احنا بنقوم بيها يوميا بتساعد على زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، يعني زي حرق النفط والغاز والفحم والنفايات وخلافه. ففي الأساس زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون يعني السبب الرئيسي ليها يعني يرجع لسلوكياتنا إحنا كبشر يعني. الذكاء الاصطناعي هيساعد بأكثر من طريقة. أول حاجة هيساعد إن زي ما قلنا هو دوره قياس ومراقبة. الذكاء الاصطناعي عنده أنواع كثيرة من القياسات معتمده على اجهزه الاستشعار. اجهزه الاستشعار دي هي اللي بتديني مجموعه من البيانات وهتتم معالجتها بشكل معين عشان تحل لي مشكله انبعاث الكربون. هيديني مؤشرات وهيديني قياسات هتساعدني، زائد الاجهزه والالات اللي بالفعل هتحد من انتشار ثاني اكسيد الكربون على مستوى العالم. ده المقصود بيه ان الذكاء الاصطناعي هيساهم في خفض انبعاثات الكربون، هو هيساهم في ان يديني التحليل والقياسات والتنبؤات مبكرا اللي بيها انا اقدر اخد احتياطاتي ان انا احد من انبعاثات الكربون. يعني يا دكتور، يعني يا باشمهندس، لو اتفاجئنا باعاصير ورياح وتغيرات مناخية مفاجأة، ممكن للذكاء الاصطناعي أنه يتنبأ تنبؤات دقيقة جدا قبل حدوثها؟ قبل حدوثها فترات كثيرة بعيدة. يعني حاليا الذكاء الاصطناعي بيتنبأ بالأمراض، لو عنده خريطة طبية للمريض بيتنبأ بأمراضه اللي ممكن تجيله خلال السنين القادمة. فيقدر الذكاء الاصطناعي بالمؤشرات
والادوات القياسيه واجهزه الاستشعار ان هو يتنبا ان في عقيد، في رياح، في تغيير في المناخ، سواء بحراره اعلى او في امطار او غيره، وده بيساعدنا كتير ان احنا يعني نبقى ناخد احتياطات حلول استباقيه وناخد احتياطاتنا. وكمان حاجه ثانيه، احنا عندنا كمان ان لو احنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي زي روبوتات وحاجات مختلفه، احنا عندنا دلوقتي الذكاء الاصطناعي في بيقوم الروبوت بعمليات، بيمثل عمليات، بيساعد الدكتور، بيساعد في الاستثمار المالي، مراقبه كبيره لكل شيء بيتم حوالينا، سواء تواصل وسائل التواصل الاجتماعي او مراقبه انتاج او مراقبه زراعه او غيره. طب يا باشمهندس، الذكاء الاصطناعي حاليا عليه كنترول، في تحكم فيه، ممكن في يوم من الايام الموضوع يبقى خارج عن السيطره، او الناس ليه بتخاف من الذكاء الاصطناعي؟ اول مخاطر الذكاء الاصطناعي ان يحل محل البشر، اول شيء. يعني لو احنا فضلنا نطور الذكاء الاصطناعي انه يحل محلنا احنا كبشر، فده اخطر شيء. المخاطر اللي بعد كده، المعلومات اللي دايما بيديها لنا الذكاء الاصطناعي على خلال الانترنت ممكن تكون معلومات مغلوطه، يعني ممكن تكون موجهه، ممكن تكون انحيازيه. الاخطر وده اتكلموا عنه في مؤتمر الدفاع الدولي، ان الذكاء الاصطناعي يدخل في المجال العسكري بقوه، يبتدي ياخد قرارات في عمليات الدفاع، وده ممكن ياثر على العالم كله، خاصه بدا يدخل في التفاعلات النوويه، ممكن يسبب فعل كوارث. لكن الحد من الكلام ده هيتم من خلال الرقابه على الذكاء الاصطناعي. في دلوقتي مؤسسات وهيئات دوليه دورها مراقبه الشركات اللي بتشتغل في الذكاء الاصطناعي. طيب، المهندس حسام الدين مصطفى، عضو غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة، والحقيقة خبر مهم جدا جدا، فكرة انه ناخد الجانب الايجابي من الذكاء الاصطناعي، لانه زي ما الباشمهندس قال، لو سبنا الموضوع للذكاء الاصطناعي هيروح بينا لحتة مش كويسة، فلازم طول الوقت يكون عندنا رقابة وعندنا كنترول على الذكاء الاصطناعي عشان ما يحلش محل البشر ويؤدي بينا لمخاطر كبيرة.